بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل شرح النيوماتيك سيركت. احنا حكينا في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الهيدروليك سيركت، وحكينا عنا الشابتر تاع الهيدروليك سيركت، شرحناه بشرح تفصيلي الى اكبر قدر ممكن. الان ننتقل على النيوماتيك سيركت. النيوماتيك سيركت هي عبارة عن دورات اللي بتشتغل على الاير كومبريسور. وهنا لما بنيجي نحكي على الاير كومبريسور بتكون عندنا النيوماتيك سيركت سيمبل، ما بتكون نويزي، بتكون في المينتنانس سهلة وبسيطة، وبتتكون من كومبوننت معروفة ومشهورة جدا. إن النيوماتيك سيركت هي عبارة عن group of components arranged in such way that they will perform useful task. يعني نفس ما حكينا في موضوع الهيدروليك، النيوماتيك متشابهة من ناحية التعريف، إنه إحنا في عنا مجموعة من الكومبوننت تتكون علشان تديني useful task. الـ elements أو components اللي موجودة عندنا في الـ pneumatic circuit، أو خلينا نحكي الـ common element الموجودة عندنا في الـ pneumatic circuit، هي عبارة عن رقم واحد الـ air compressor والـ actuators والـ control valve والـ tubes and the tube fitting والـ FRL unit، وهي عبارة عن الـ filter والـ regulator والـ lubricator. هذول كلهم نقدر نسميهم اللي هو FRL unit. These components are arranged in various ways to obtain desired output. يعني باختصار لما أنا باجي باخد الكومبوننتس هذه وبعمل فيها نيوماتيك سيركت معينة، هذه النيوماتيك سيركت بقدر أنا تديني useful task معينة، ولو أنا إجيت عملت لها rearrangement تاني بحيث إنه غيرت مواقعهم لكل واحدة وغيرت مهام كل واحدة تديني useful task مختلفة عن الأولى. وهذه فكرة برضو اللي حكينا في الهيدروليك نفس القضية. طيب نكمل حديثنا عن النيوماتيك. النيوماتيك عشان أعمل design لأن نيوماتيك سيركت نحتاج نعمل consideration لكتير من الأشياء زي performance اللي أنا بدي أخدها للفانكشناليتي تاعت السيستم اللي عندي، وبدي اخذ في الحسبان الافشنسي قديش انا معني في الافشنسي تكون عاليه او مش كتير او كذا. فهذا الكلام كله بيكون لازم اكون اعمل له كونسيدريشن قبل ما ابدا عمليه الديزاين. والسيفتي تاعتي للسيركت، وبنفس الوقت الفورس اللي انا بدي احرك فيها او اشتغل عليها بحيث اني انا اعمل application معينة في عن طريق النيوماتيك، شو هي الفورسز اللي أنا بحتاجها علشان بناء عليها أجي أعمل الكالكوليشنز تاعتي من ناحية اختيار البستون، من ناحية اختيار كمية البار اللي موجودة عندي، من ناحية اختيار كمية الهواء الفلو اللي حيجي عندي في النظام. فالفورس هي حاجة مهمة جدا 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 في عملية التصميم المختلفة إن كان هيدروليك أو ميكانيكال أو نيوماتيك. How fast circuit should be function؟ يعني أنا بالناحية السرعة speed قديش أنا معني تكون السرعة اللي عندي، فبناء عليه باجي بعمل الكالكوليشن مبنية على سرعة محددة أنا بكون عارفها من البداية. ومن ناحية control رقم 6، من ناحية control هل أنا بدي أعمله manual ولا أنا بدي أعمله mechanical ولا أنا بدي أعمله electrical اللي هو نظام السولونويد، والانبوت سورس تبعي قديش بده يكون عندي، واللايف سيستم يعني هل انا عندي اللايف سيستم يكون متوقع له يعيش كم سنه بطبيعه الشغل اللي حيكون على النيوماتيك سيستم. نيجي نحكي على النيوماتيك باور يونت. النيوماتيك باور يونت حنيجي نعرض اللي هو الفيجر اللي هو هذا بيشرح النيوماتيك باور يونت، ولكن لو اجينا حكينا عنها بتفصيل شويه هنا. الفيجر اللي حنشرحه هو عباره عن الباور يونت لا للنيوماتيك سيستم. In this air compressor compresses the air. الكمبريسور بيديني compressed air which is then stored in the reservoir. يعني باختصار شديد جدا الكمبريسور بيجي بيعمل عملية ضغط، وعملية الضغط اللي بيعملها للاير أنا بأخذها وبحفظها عندي في تانك للهواء المضغوط، والهواء المضغوط بيمشي على نظام اللي هو FRL unit. واحنا حكينا هو عبارة عن الفلتر والريجيليتور واللي هو اللوبريكيتور اللي هو عملية التزييد. FRL unit الفلتر والريجيليتور والبرشر سيستم اند اللوبريكيتور.
بتيجي عندي العملية الكمبريسور عشان يتحرك البستون اللي عندي بده يعمل بريشرايز للأويل، بيكون معمول له كوبلون مع الموتور، الموتور بيلف باتجاه معين بيعمل عملية سكشن من اتجاه البستون، بعدين كومبريشن من الاتجاه الثاني للبستون، وبالحالة هذه بكون أنا ضغطت الهواء ومش الهواء عندي على النظام. نلاحظ في البمب لما كان عندي أويل الوركينج فلويد وبمب، هذه كان هنا في عندي السام هذا شادد، انه كان مظلل وكان سوليد، هنا بنلاقي انه لا ما في اي تظليل ولا حاجه، تلاقي المثلث بشكل هذا بدون سوليد، وبالحاله هذه بتكون هذا اسمه اللي هو كومبريسور مش بمب. بيكمل الحديث بحيث انه الهواء بيضلوا داخل عندي على السيستم، هي الاف ار ال يونت، اف و ار و ال يونت. هنا لما بدي اجي احكي الفلتر بيدخل الهواء، بيتم تنقيه الهواء من الشوائب، من الاشياء اللي ممكن تكون محمله بالهواء بحيث انه يفلترها، وبعد هيك بيجي على الريجوليتور بنظم الضغط اللي داخل عندي حسب نظام معين، اذا كان ضغطه زياده بطلعه، واذا كان عندي ضغطه لا ما حسب الرينج اللي انا بشتغل عليه بيمشي وبيستمر عمليه الهواء لا اللوبريكيتور، وبعد هيك بيجي عندي على السيستم، هذه اسمها النيوماتيك باور يونت بالحاله اللي احنا بنحكي عنها. هذه الان لما بدنا نيجي نحكي السبيد كنترول سيركت، الميتر ان سبيد كنترول نيوماتيك سيركت، الفيجر اللي حنعرضه معنا الان حيتكون من دايركشنال كنترول فالف وفلو كنترول فالف، هذول الاثنين الفلو كنترول فالف حيكون موجود في البريشر لاين ريجوليت الاير في حاله اللي هي الدبل اكشن سلندر بيرفورمد فور وورد ستروك، عشان يمشي بالاتجاه الامامي للبستون اللي موجود عندنا او الاكشن سلندر اللي موجوده عندنا. نيجي نشوف الحاله هذه، الاف ار ال يونت بتديني هواء مضغوط بالشكل هذا، والهواء المضغوط اللي بالشكل هذا حيضلوا ماشي عندي من خط البي ويسلمني لخط البي، والخط البي حيديني البورت بي اللي موجود على الدي سي في اللي موجود عندنا هان اللي احنا حكينا فيه منه ثلاث انواع للهيدروليك او للنيوماتيك، حيجي يكمل لحد بورت 2، وبورت 2 حيعمل على تحريك البستون بالاتجاه اللي هو الليفت، لما يمشي بالاتجاه هذا حيجي الهواء يطلع من هان ويكمل على الريزرفوار او يطلع على الهواء الجوي اللي هو خط الار، بحيث انه يطلع الهواء برا. في الحاله هذه بيكون الاف ار ال يونت اداني الهواء المضغوط، عمل على تحريك النيوماتيك سلندر اللي موجود عندنا هان بالاتجاه هذا، وطلع الهواء من الاتجاه هذا. ونيجي نحكي الخط اللي هو لما نيجي بدي هذه الدايركشنال كنترول فالف احركه بالاتجاه الثاني، هو كان شغال على الرايت مود، بدي احوله على الليفت مود اللي هو الليفت مود اللي هو هذا، حيكون خط البي بيسلم خط الاي، خط البي بيسلم خط الاي، فحيجي هذا عندي بالاتجاه هذا، خط البي لما يجي لخط الاي حيضل ال 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 الهواء ماشي بالاتجاه هذا، الكومبريست اير بالاتجاه هذا، ويضغط عندي اللي هو بيصير فورورد للرود انه يمشي بالاتجاه هذا من ناحيه دايركشن، فالهواء بيصير اللي في كان في شامبر رقم 1 اللي هي هان، حيرجع من بورت 2 حيسلم بورت بي عن طريق اللي هو ايش بنسميه اللاين هذا لاين 2 بي، فحيرجع بالاتجاه اللي هو من بي لار، لانه حيكون شغال على المود هذا اللي هو الليفت مود احنا حكينا اللي بتكون بي بتسلم ار، ف بي سلمت ار فحيرجع على الهواء الجوي، او في عندي لو كان عندي تانك، وهو غالبا ما فيش اساسا تانك في موضوع النيوماتيك احنا حكينا عليه انه نون ريتين لاينز بيكون في النيوماتيك سيركت. نكمل حديثنا عن الكنترول للسبيد في النيوماتيك سيركت. طبعا احنا حكينا الاير حيطلع على الاتموسفير، وهذا تو حكيناه انه فعليا فيش عندي ريتيرن لاين بكون في موضوع النيوماتيك،
وحكينا طبعا احنا لما بنحطه على الرايت مود ايش بده يصير عندنا، هيمشي بالاتجاه الثاني والستروك هيكون يتحرك باتجاه الثاني. ولكن احنا حكينا برضو انه عندنا الهيدروليك او النيوماتيك سلندر اللي بيكون عندنا بتكون حركته سريعه جدا مقارنه في الهيدروليك. لاحظ انت موضوع البيستونز او الهيدروليك سلندر اللي موجوده عندنا في اي ابلكيشن للنيوماتيك الهيدروليك، هتلاقي انه سرعته بطيئه نسبيا او بطيئه كثيرا مقارنه في النيوماتيك سلندر اللي موجوده عندنا، لانه غالبا النيوماتيك وحركه الهواء بتكون اسرع بكثير من حركه الزيت لاعتبارات كثيره. عشان هيك الابلكيشن دائما احنا حكينا انه بتكون الابلكيشن تاعت النيوماتيك بتكون محتاجه سرعه عاليه وانتاجيه عاليه وتوجد في مصانع محتاجه سرعه في الاداء. الميتر اوت سبيد كنترول نيوماتيك سيركت، الميتر اوت احنا حكينا لان الميتر اوت بتكون عندي الفلو كنترول او السبيد كنترول بيكون موجود على الاندرود في الاتجاه هذا، بحيث انه انا الهواء اللي طالع من هنا بتحكم فيه عن طريق اللي هو الميتر اوت سبيد، بتتحكم عن الهواء اللي جاي من بورت بي لبورت ار او العكس، بحيث انه يطلع بالاتجاه الثاني. والتحكم بيكون من هان، لما باجي عندي الهواء بالاتجاه هذا مش حيقدر يمشي على التشيك فالف بالاتجاه هذا، حيمشي من هان، فلما يجي يمشي من هان بتحكم انا في الثروتل اللي هان، بحيث ان انا حكينا هذا بيكون عندي 0 1 2 3 لحد 100%، فانا بعاير وبفتحه، ممكن يكون مانيوال، ممكن يكون عن طريق كنترول يكون موتورايزد، بحيث انه يكون راكب عليه موتور احركه بقدره معينه، ان انا الفه لفه مقدار 10 درجات، مقدار 3 درجات، حسب الدرجة اللي أنا بدي أعملها نسبة مئوية على أساس أني أنا أتحكم فيها وأطلع الهواء بقدرة أو بسرعة معينة، والسرعة هذه بناء عليها بأضبط سرعة البستون اللي موجود عندي نيوماتيك هنا. فإذا أنا ضبطت سرعته هان بكون أنا عملت متر أوت كنترول سبيد، متر أوت كنترول سبيد للنيوماتيك سيركت اللي موجودة عندي بالرسمة أو بالسكيماتيك اللي موجود عندي في الديزاين اللي على موضح على الشاشة. طيب لما بدي أجي أحكي فيه عندي دبل أكشن سلندر، كيف بدي أعمل كنترول للسبيد إله، بنيجي نشوف الموضوع عندنا بالشكل هذا. طبعا حيكون عندي FRL unit، وهنا من الاير كومبريسور جاي هواء مضغوط FRL unit، تم تنقية الهواء ومش الهواء بالشكل هذا. هيجي عندي من بورت بي لبورت 1، من بورت بي لبورت 1 او بورت 2. لو شغالين احنا على الرايت مود لا الدايركشنال كنترول فالف اللي عندنا هان، ولنعتبر احنا شغالين الان على الرايت مود فعلا حسب الشاشه اللي موجوده قدامنا، هنيجي بورت بي حيسلم بورت 2. فبورت بي سلم الهواء المضغوط لبورت 2، حيضلوا ماشي بالاتجاه اللي هو هيلاقي، لو كان هذا مسكر حيمشي للتشيك فالف بالاتجاه هذا ويمشي هيك. لما احنا بنحكي على التشيك فالف احنا حكينا التشيك فالف مرور الفلويد او الوركينج فلويد عليه حيكون بالاتجاه اللي هو هذا، وبالاتجاه الثاني ما بيسمح بمرور الفلويد، فهذا وان واي فالف او تشيك فالف بنسميه. فبنيجي بنمشي بالاتجاه هذا وحنصل لبورت 4، اذا من بورت 4 لبورت 2 مشي فيه الاويل ولكن عن طريق التشيك فالف، وحرك البستون بالاتجاه هذا النيوماتيك سلندر. هل جد بورت 3 هتسلم الهواء اللي موجود فيها عن طريق التشيك فالف هذا، مش حيمرر مرور الهواء من هان، حيمرر الاتجاه هذا، فحيودي على الريزرفوير اللي هو خط الار واللي هو عندنا بيكون اساسا فيش ريتين لاين، فحيكون على الهواء الجوي ينطلق الهواء المضغوط. طيب هذه بالنسبه ل الرايت مود للدي سي في اللي عندنا هان دايركشنال كنترول فالف. لو احنا حكينا في عندي الليفت مود للدايركشنال كنترول فالف، حنيجي نحكي خط البي بيسلم خط 1، فحيسي بورت بي بيسلم بورت 1 فحيمشي بالاتجاه هذا. بالاتجاه هذا معنى الكلام انه هذا مش حيمرر بالاتجاه هذا، حيمشي الهواء بالاتجاه هذا ويمشي من هان، في حال انه كان الثروت هذا محطوط على صفر، يعني قيمته صفر يعني مغلق. ومشي من بورت او لاين 3 للاين 1 او من 1 ل 3 مشي الهواء بالاتجاه هذا، فعمل على تحريك الرد مع الرام اللي هان بالاتجاه اللي هو فورورد دايركشن. الان مشي بالاتجاه هذا الاو او الاير اللي موجود عندي هان هيجي يطلع من هان، مش هيسمح بالتشيك فالف يمشي من هان، ولكن هيمشي
باتجاه لثروتل فالف او لفلو كنترول فالف اللي موجود عندي هان، وحيرجع تاني لخط الاثنين حيسلم الار. خط اثنين حيسلم الار، يعني مشي الهواء المضغوط من خط أربعة لخط اثنين وراح ادى على الهواء الجوي اللي هو خط الار، كان عندنا في الهيدروليك خط الار ريتيرن لاين، فيرجع التانك هان فيش فحيطلع الهواء الجوي. في الحالة هذه بتحكم انا في كمية الفلو اللي طالع من هان اللي هو بنسميها المتر اوت، وهذه المتر ان، فبتحكم فيها انا قديش بدي اياها تكون مفتوح هذا الثروتل اللي عندنا هان. هذه بالنسبة لعملية التحكم اللي موجودة عندنا اللي هو لدبل اكشن سلندر. سلندر بيتحرك باتجاهين، هان بكون انا عملت كنترول للسبيد للدبل اكشن سلندر، وهذه عملية مهمة جدا في النيوماتيك سيركت. نيجي نكمل قصتنا للسيكونس سيركت في النيوماتيك سيركت. السيكونس سيركت في اي نيوماتيك سيركت بتخش عنا انه يكون في عندي اكتر من مهمة، هاي اسمها السيكونس سيركت لتأدية اكتر من غرض او اكتر من تاسك حسب الديزاين اللي موجود عنا في المكان اللي بنعمل عليه ديزاين للموضوع اللي شغالين عليه. الاف ار ال يونت طبعا هي حاجة اساسية في ما بعد الكمبريسور، بيجي الهواء بيدخل على الاف ار ال يونت زي ما حكينا في الهيدروليك كان اسمها باور يونت، هان في عندي اف ار ال يونت، بيمشي الهواء المضغوط بالاتجاه لنعتبر انه دايركشنال كنترول فالف شغال على الليفت مود، فخط البي بيسلم خط واحد يعني بورت بي سلم بورت واحد، فالهواء حيمشي بالاتجاه هذا وحيمشي لعند عندي بورت ثلاثة، لكن حيكون في الطريق عندي اللي هو هنا عندي تشيك فالف، هذا بنسميه سيكونس فالف تشيك فالف، وحيكون في عندي اللي هو ريليف فالف، فحيجي الزيت يمشي بالاتجاه هذا حيلاقي تشيك فالف بيسمحش بالمرور بالاتجاه هذا، بيسمح بالمرور بالاتجاه هذا. ففي الحالة هذه السيكونس حيكون هذا إذا كان مسكر حيضل الهواء ماشي بالاتجاه هذا، لكن لو كان هذا مفتوح حيمشي الهواء بالاتجاه هذا، وإذا كان هذا مفتوح حيمشي لخط بورت 6. ففي الحالة هذه لا، هو حيأدي المهام بحيث إنه يمشي من واحد لثلاثة، فالبستون بي وهي بستون كيو، بستون بي حيمشي بالاتجاه هذا، الأوبجكت تبعتي اللي أنا بدي أعد تاسك مختلفة عليها عملتها ونفذتها بالاتجاه إنه جابتها الأوبجكت هذه بالاتجاه هذا، نقلت القطعة أو نقلت العينة اللي أنا بدي الورك فيس تاعتي لا البوزيشن اللي هو هان، بعد هيك بستون كيو حينقل البوزيشن من هان لا البوزيشن اللي هو هان، هذه اللي نعتبر انه هي البوزيشن واي وهذه البوزيشن زد، زد دايركشن انه حيرفعها لفوق وهذه البوزيشن اللي هي واي. فلما يمشي البستون بالاتجاه هذا بورت أربعة حيجي انه يرجع الزيت او الهواء عفوا حيجي يرجعه لبورت 2 على الهواء الجوي، يعني هذا التنفيسه هضل طلع على الهواء الجوي وضلها ماشيه بالاتجاه هذا، خصوصا لما هذا يضل وصل لاخر نقطه له. بعد هيك لو انا بدي اجي وصلت هذه اخر نقطه الها هان، فهذا صار الضغط عالي جدا جوا، فرقم أربعة صار يرجع هواء هنا لاخر شيء له، بعد هيك ممكن الهواء اللي هان يجي يرجع بالاتجاه هذا بحيث انه يجي على البورت تاع البي، في حال انه كان عندي هان بيسمح بالمرور اذا هذا بده يرجع الهواء من هان اجت القطعه هذه الرد للاخر، فحيصير هذا غير انه يرجع رجع كل الهواء اللي كان في الشامبر رقم واحد. ففي الحالة هذه هيفتح عندي التشيك فالف او الريليف فالف اللي هان، فحيصير الهواء اللي يمشي من هان يمشي بالاتجاه هذا ويغذي من البورت واحد لبورت ستة، حيصير لاين اللي هو واحد ستة ويجي يرفع لي البستون كيو من البوزيشن اللي هو بوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر، بحيث انه يصل للاخر ويكون هذه القطعة انتقلت من Y ل Z. وهذه الأشياء اللي بنلاحظها في كتير من المصانع، إنه أنت لما يكون في عندك Object بتحركه من Position لPosition تاني مختلف تماماً، تحتاج الموضوع اللي احنا حكينا عنه اللي هو Sequence Circuit. وهنا بنكون احنا شرحنا موضوع Sequence Circuit في النيوماتيك، وهيو هنا مشروع بشكل مفصل
وضروري جدا تفهموا بالطريقة اللي حكينا فيها هذه. طبعا ابلكيشن للنيوماتيك سيركت حكينا عنها في بداية الشرح، وهي الابلكيشن له كتيرة، لكن المطلوب منا احنا بس اللي حكيناه في المحاضرة وفي موضوع المحاضرات التصويرية اللي بنحكي فيها الآن. هذه بالنسبة لموضوع النيوماتيك سيركت. بالنسبة لموضوع النيوماتيك سيركت طبعا كتير من الكومبوننت وفيها تشابه بتكون بينها وبين الهيدروليك، فبتلاقي كتير في بيناتهم تشابه. زي لما نيجي نحكي الآن النيوماتيك دريل، النيوماتيك دريل بيمشي انه انا فعليا بدي الف الدريل باتجاه روتري، بحيث ان انا اضغط في اتجاه هواء يلف باتجاه نفس الاتجاه ويطلع الهواء اللي هو هذا اللي هو بطل مضغوط، بدخل هواء مضغوط بعدين ببطل بنزل الضغط تبع الهواء، فالهواء هذا بطلعه على الهواء الجوي بدون اي معاناة. يعني بحكي لك انه هنا النيوماتيك دريل كومبريزد الاير لحد 5.5 بار تقريبا، يعني ما بحتاجش كتير بار فيه. والكوانتيتي للاير بتكون كنترول باي بول فالف، يعني بيكون في عندي بول فالف، هذه فالف بتحكم فيه زي حاجة شبه الشبر يعني، فبتتحكم حسب انت قديش بدك تتحكم في علشان تتحكم في كمية الهواء اللي هي الكوانتيتي اوف الاير اللي داخلة عندك على السيستم. هذا بالنسبة لموضوع الدريل اللي هو النيوماتيك دريل اللي موجود عندنا. والنيوماتيك جريندر ما اختلفناش كتير عن الموضوع اللي حكيناه، حاجة متشابهة جدا، هو نوع من أنواع الأبليكيشن اللي هي للنيوماتيك. اللو كوست أوتوميشن، طبعا النيوماتيك هي بتتميز إنه لو كوست كتير مقارنة في كتير من الأبليكيشن، مقارنة في الميثود الأخرى اللي موجودة عندنا زي الهيدروليك والميكانيكال والأمور هذه. فبتلاحظ انه دائما النيوماتيك بتكون تكلفتها قليله، فبتلاحظ موجوده في كثير من الورش، موجوده في كثير من المصانع، تستخدم في كثير من الابلكيشن، تستخدم في كثير من الماشينز اللي موجوده في حول العالم. فعشان هيك دائما النيوماتيك تكون سهله، لكن مشكلتها انه بتكون تشتغل على ستروك قليل زي ما حكينا، وبتشتغل على البرزيشن تاعتها او الدقه تاعتها او الاكيورسي تاعتها شويه ضعيفه مقارنة في الهيدروليك، وبنفس الوقت الفورس تاعتها بتكون كتير ضعيفة مقارنة في الهيدروليك، بيصل فيه ضغط عالي جدا جدا مقارنة في النيوماتيك. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية شابتر اللي هو النيوماتيك، وخلصنا شابتر الهيدروليك، شابتر النيوماتيك. حندخل الآن على تفاصيل أخرى في المادة، وغالبا حنشرح فيها موضوع السيمبولز لجميع الديزاين للسيركت الهيدروليك النيوماتيك، بعدين ننتقل لمرحلة أخرى إن شاء الله في المادة. يعطيكم العافية.